وانا بقرا الرسائل استوقفتني رساله انسانه بتقول فيها يعني ان هي ضايعه ومكتئبه ومش لاقيه نفسها هدف. هي حاسه ان اهلها هم عقبه في طريقها لدرجه انها بتتمنى ان هم ما يكونوش موجودين عشان تبقى وحيده وما تضطرش تتعامل معاهم. السؤال بتاعها كان انه ازاي انجح في الحياه حتى لو كانوا اللي حواليا مش بيدعموني، مش بس كده، لا ده بيكسروا في مقاديفي، بيدمروني. عدين. الفكرة انه اكيد البنت دي مش هي الوحيدة في الحياة اللي نفسها تنجح او نفسها تشق طريقها بعيدا عن مساعدة اي حد، لانها حاسة ان كل الناس اللي حواليها مش بيساعدوها. ممكن كمان واحدة تكون متجوزة وعاوزة تبدأ انها تشق طريقها في اي سن ايا كان، يعني راجل عايز يبدأ حياته وحاسس ان الحياة كلها واقفة قصاده. هخش على اول حاجة، وهي انه الانسان لو عايز يشق طريقه يجب ان يكون عنده حلم كبير، حلم ملوش حدود. يعني ما مش وانتوا قاعدين بتحققوا لنفسكوا هدف تقعدوا تقصقصوا في حلمكوا، يعني مثلا انا كبرت او انا معيش فلوس او انا معيش واسطه. احلموا حلم كبير، حطوا قدامكوا اكبر حلم ممكن تقدروا تحلموه، وطالما تقدروا تحلموه، طالما تقدروا تتخيلوا، يبقى ممكن. الحلم الكبير ده مش هيتحقق لا في يوم ولا في سنة ولا في ثلاثة، وساعات كمان حتى مش في 10، بس سبحان الله كل ما بتنجزوا وكل ما بتقربوا من شوية أهداف، الأهداف دي بتسهل تحقيق الباقي. وممكن الحلم الكبير اللي انتوا كنتوا شايفينه كبير قوي 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 عليكم في يوم من الأيام، سبحان الله تلاقي نفسكوا عملتوا أكتر منه بمراحل وعدتوها ومش هتاخدوا بالكم أصلا، يعني مش هتاخدوا بالكم اللي بعد ما تعدوا. اهم حاجة الحلم ده ما يكونش كابوس لحد تاني. تاني بقى حاجة عشان نقدر نشق طريقنا ونتوكل على الله، لازم نبتدي بقى نتحرك، نبتدي بقى لينا روتين. ما ينفعش مثلا ان انا ابقى ماشية كده هبولي في الحياة، اقوم افضل قاعدة ضيع 20 ساعة. اعمل لنفسي روتين حتى لو كان روتين بسيط جدا، انه انا بصحى الساعة كام، بنام الساعة كام، بعمل ايه اول ما بصحى، بعمل ايه خلال يومي، ايه اهم حاجات ممكن اعملها خلال يومي توصلني للحلم اللي انا رسمته لنفسي. طب انا محتاجة اتعلم ايه، اشوف حاجات اتعلم، كتب، ابحث عن كتب واقراها، ابحث عن كورسات مجانية وادرس، لو انا معايا فلوس اقدر استثمر في نفسي اخد كورس، اخد كورس. الحاجات اللي هتقربكم من حلمكم يبقى تستثمروا وقتكم في الوصول اليها. في بداية الطريق دايما الوقت هيكون اكتر من الفلوس، يبقى نستغل الوقت في ان احنا نعمل مهارات ونتعلم حاجات تطلع فلوس بعد كده. تالت حاجة بقى، ودي بقى ميزة للناس اللي لسه بتشق طريقها او حد بيبدأ من اول وجديد، انه الانسان لما يكون ما عندوش حاجة يعني يخسرها ممكن قوي يعمل الحاجة اللي هو بيحبها او الحاجة اللي لاقي نفسه بشكل طبيعي بيحب يعملها. ممكن تكون مجرد ان انا بعرف اتعامل مع الناس كويس، بعرف اتكلم كويس او بعرف اسمع كويس، او صوتي حلو، او بعرف اكتب كويس، او بعرف انظم كويس، او عندي افكار ابداعية. الحاجة اللي انا بحبها احاول الاقي اي شغلانة اقدر استغل الحاجة اللي انا بحبها دي فيها. طيب لو ما لقيتش حاجة بحبها، في نقطة تانية بقى هبقى اشرح فيها، نعمل ايه لما اكون مش لاقي حاجة خالص بحبها اعملها. اربعة، هو ان احنا لازم بقى نخلق شوية توازن في حياتنا. يعني مثلا ما ينفعش ان انا ايه لما اجي بقى ابتدي احلم واعمل روتين ان انا بقى ايه اقطع بقى كل حاجه بعد كده، اعزل نفسي، ما اعملش حاجه بقى تبسطني، ما اشوفش حد، ما اكلمش حد، اقلب على الناس، اتنك عليهم، لا. واحلى توازن انا بشوفه ان احنا نحاول نلاقي التوازن بين ثلاث حاجات مهمين مبدئيا، وهي الجسم والعقل والروح. الجسم يعني نهتم بيه، رياضه، اكل كويس. العقل ان احنا نغذيه كويس ونعزل اي حاجه ملهاش لازمه زي السوشيال ميديا الزياده عن اللزوم، الرغي اللي ملوش لازمه، الناس السلبيه. الروح وهي طبعا انه دي حاجه بتسمو الى اعلى، تغذيتها بسيطه جدا وكل واحد فينا على حسب طبعا علاقته بربنا عامله ازاي. ما ينفعش اضحك على نفسي، ما ينفعش ان انا ما نمش وما اكلش كويس واتوقع ان جسمي هيشيلني وهيقوم معايا الصبح وهيعمل الروتين وهيتعلم المهارات اللي هتجيب لي فلوس وهيخليني اشق طريقي وانجح وابقى متميزه. ما ينفعش ان انا اضحك على نفسي ان انا اكون ما بعملش اي حاجه لروحي خالص انها تسمو وتهذبها واتوقع ان انا هتبقى روحي حلوه والناس هتحبني وهتقرب مني وهاخد اللي انا عاوزاه من الدنيا، لا، هتتعكس معايا كل حاجه
بيبقى فيه عكوسات في وشي وانا نفسي مش هبقى حابه نفسي، فعشان ان انا احط زباله في دماغي واتوقع ان حاجه هتطلع من مخي ابداعيه رهيبه هتنقلني نقله ما حصلتش قبل كده. 5، يجب ان احنا لو عاوزين ننجح في الحياه دي نتعود على الوحده، نتعود نبقى لوحدنا، نتعود ان احنا يعني نعزل نفسنا، ناس صحابنا، ناس بتبعت لنا على الواتس، ناس معانا في البيت طول النهار والليل يندهوا علينا وعاوزيننا نعمل حاجات واشياء، نحاول نلاقي الوقت بقى بتاعنا اللي هو محدش ليه دعوه بينا خالص، لو حتى الموضوع هيتطلب ان احنا نقلب الجدول بتاع النوم بتاعنا بحيث ان انا اقدر اخد ساعتين ثلاثة مع نفسي بعيدا عن البشرية كلها، مفيش دبانة ولا ناموسة اسمع صوتها في الكام ساعة دول، صفاء ذهني، ترتيب اهداف، مراجعة، تأمل، ممارسة هوايات، تعلم مهارات. الوقت اللي مع نفسكم ده اهم وقت، بتسمعوا لنفسكم، بتسمعوا لصوتكم الداخلي، بتسمعوا لقلبكم، بتدخلوا جوه نفسكم وتراجعوا نفسكم، تاخدوا شويه وقفه. ما ينفعش تفضلوا تجروا 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 ماشيين في الحياه نقوم من النوم ننام بدون لحظه واحده بس نفكر، نفكر هو انا ماشيه في الطريق الصح ولا انا ماشيه في الطريق الغلط ولا انا بعمل ايه بالظبط. لما الكل بيكون نايم والكل بيكون في عالم تاني انتوا تصحوا كده قبلهم، تناموا بعدهم وتقعدوا تعملوا مراجعه ذاتيه، وقت جميل. ويبقى ده سلام لو تدخل بقى من ضمن الروتين بتاعكم، يعني من ضمن الروتين انه يبقى الوقت ده كل يوم بيحصل، هينقلكوا نقلة اللي تعملوه في 10 سنين ممكن تعملوه في 3. ما ينفعش نخاف من الفشل من قبل حتى ما نبدأ. ناس كتيرة جدا مشكلتهم ان هم قبل حتى ما يبدأوا بيبقوا بيفكروا في الفشل، ماذا لو فشلت، ماذا لو منفعش. لما بنعمل اي حاجة بيبقى دايما في احتمال 50% نجاح 50% فشل، مفيش اي حاجة تالتة ممكن تحصل، ممكن او نفشل وممكن او اللي بواب تتسد في وشنا. الذكاء هنا ان انا اعيد التجربة بعد ما اتعلم ايه اللي منفعش وجرب حاجة تانية، منفعش اجرب حاجة تالتة، وهكذا الى ان اصل الى هدفي. مفيش بني ادم فضل ورا هدفه بعد محاولات فاشلة كتيرة جدا الا لو في الاخر وصل بطريقة يعني وصل لحلم اكبر من اللي كان بيحلم بيه. من الاخر في حاجات ممكن نفضل نسعى وراها وما ناخدهاش، وخصوصا الحاجات اللي ما تشتريهاش الفلوس، زي مثلا خلفة، حب، صحة. ممكن الواحد يصرف دم قلبه ويجرب كل التجارب وما يحصلش على الحاجة دي، ساعتها يبقى نقول الحمد لله يا رب على كل حال، ويا رب انت بقى ايه من عندك انت عوضني، ارزقني بحاجة بقى تلهيني تخليني ابقى مبسوط او مبسوطة. يعني بالاخر انتوا هتبقوا عارفين من جوه قلبكوا ان انتوا حاولتوا كل المحاولات وخدتوا كل الاسباب اللي ربنا قال عليها وشرعها وما وصلتوش. مش عيب، ما فيش نصيب، بس مش نهاية الحياة، في طرق تانية، في حاجات تانية هتتفتح قدامكم، ممكن في بدايل، ممكن في حاجة تانية ربنا عايزكم تعملوها، ممكن ربنا بيمنع عنكم شر. ما فيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها شيء لم يصلح او لم يعمل، هي الحاجة اللي بتشتغل بقى. 7، الإصرار. الإصرار هو صفة العظماء. مفيش انسان عظيم على وجه التاريخ ده كله ما كانش عنده حتة الاصرار، وإلا ما كانش اصلا ظهر في التاريخ وما كانش بقى في تاريخ اساسا عنه. الاصرار، كل ما نقع نقف، كل ما نقع نقف. ساعات الوقعه بتطول شوي، يبقى في حزن، يبقى في اكتئاب، يبقى في كسره، يبقى في شعور بعدم التحفيز، اكتئاب. ناخد المشاعر دي ونعيش معاها شويه، بس نبقى حاطين في دماغنا ان المشاعر دي ما ينفعش تاخدني تحت، ما ينفعش تغرقني وما اطلعش ما اقبش تاني، لا انا اسيبها زي الموجه تعدي كده، وخدي وقتك يا حاجه، بس انا مش هنزل تحت للابد، هاخد وقتي، هحزن، هنكسر، هتعب، هعتزل، ولكن لازم اطلع تاني للسطح، لازم اقف تاني، لازم اقف تاني طالما اقدر اقف تاني. 8، رأي الآخرين. طبعا في حياتنا كل يوم بنقابل وبنشوف ناس وبنتعامل مع ناس ممكن يقولوا لنا رأيهم فينا ويحاولوا كمان يشكلوا حياتنا. يعني ممكن تكونوا عايشين في بيت ناس بتأكلكوا وبتشربكوا بيصرفوا عليكوا، بس هما مش يعني مش واخدين بالهم انه ده واجب عليهم، فبيحاولوا يتحكموا فيكم، ممكن يبقوا اباء، ممكن يبقوا ازواج. هنا بقى في حدود، هنا لازم نعرف هو انا اقدر ان انا اعتمد على نفسي في اي حته من الحتة اللي هم عاملين يعني يحاسبوني عليها دي. لو نقدر نشتغل ونصرف على نفسنا يلا، دي حاجه. الحاجه التانية، لو نقدر نقلل مصاريفنا يلا، لو نقدر ان احنا نستغنى عن الحاجه دي خالص اصلا كلها يلا، بس لو يجب ان احنا نتعايش مع الحاجه دي يجب ان احنا ما نكونش تقال، ويجب ان احنا نكون خفاف قوي وناخد مسؤولية نفسنا بقدر الامكان. ولو انا مضطر او مضطرة ان انا اعيش في بيت عشان انا مش لاقي او انا
هو دي الحاجة الوحيدة، يبقى أنا أعرف إنه ده حدودي بقى. لكن لكل إنسان لو عايش في ظروف حاسس نفسه الناس بتتحكم فيه عشان خاطر بيأكلوه بيشربوه مديله سقف ينام تحته وكده، لازم يبقى قدامه اختيار من الاختيارين، يا يعتمد على نفسه يا يعتمد على الناس دي، مفيش حاجه ثالثه. ولو هم ناس حنينه وشايفين ان هم ده واجبهم ان هم يصرفوا عليكوا ويحموكوا ويقووكوا لحد ما انتوا تقدروا تشتغلوا ومش عارفه ايه، حان الوقت ان انتوا تعلنوا الاستقلال وتقولوا شكرا انا كبرت خلاص، انا اقدر اشتغل واصرف على نفسي واقدر اخد قرارات بقى لحياتي بقى. كونوا متيقنين انه محدش هيعيش لكم حياتك في الاوائل الحياه في العشرينات او انتوا لسه شباب او في الثلاثينات، بيبقى الاهل مسيطرين جامد قوي، عاوزين يتحكموا في حاجات كتيره جدا، زي هتتجوزوا مين، هتتجوزوا ازاي، هتشتغلوا فين، هتروحوا فين، مش هتعملوا ايه، هتصاحبوا مين، وعايزين يتدخلوا في حاجات كتيره جدا. يجب ان انتوا تسمحوا لهم يتدخلوا في الحدود اللي ما تخنقوش وتخليكوا تعملوا حاجات انتوا مش عاوزين تعملوها وتكون غلط كمان. فلازم ان احنا نعمل حدود، فين الخط اللي قدامي ده يقدر يتدخل وفين لا، دي حياتي بقى وانا اللي عايشها وانا اللي هتدبس فانا اللي اتحكم فيها. 9، خليكوا اشخاص افعال لا اقوال. يعني في ناس هتقابلكوا هتحاول تتكلم كتير، هتحاول تعطلكوا، هتحاول تعمل حواليكوا حاجات كتيرة جدا ملهاش اي لازمة. ما نقعدش بقى نزعق وندافع عن نفسنا ونبرر لا 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 لا، خلي الافعال هي اللي تتكلم. 10، كل حاجة لازم يبقى متجدولة. انا عارفة نفسي مثلا بصحى الساعة 8 الصبح وبنام الساعة 11 بالليل او 12 بالليل، اجدول كل حاجة، احط انا هعمل ايه في كل ساعة عادي جدا، واحاول امشي بقى على الروتين ده لمدة لا تقل عن أسبوع، وبعدين أعدل وظبط وشوف إيه اللي اشتغل وإيه اللي ما اشتغلش وإيه اللي كويس وإيه اللي منطقي وإيه اللي مش منطقي. 11، نحاول بقى نوسع علاقاتنا على قد ما نقدر، العلاقات الكويسة، العلاقات اللي هي هتفيدنا، يعني حتى لو هعرف 2 هعرف 3، المهم يبقى الجودة مش الكمية. يجب ان انا ما اقعدش ابص للناس من بره، بصوا للقيمة اللي ممكن الناس دي تضيفها لحياتكو، ونظفوا علاقاتكو برضو في نفس الوقت، في نفس اللحظة بتوسعوا فيها علاقاتكو نظفوا اي حاجة ملهاش لازمة، اي حاجة مش بتوصلكو للحلم الكبير اللي اتكلمنا عنه في اول نقطة ننظف. 12، النقطة دي انا عملتها نقطة منفصلة لانها مهمة جدا، راحة الجسم. الجسم ده فعلا هو العربية، السيارة، القطر، المواصلة اللي احنا كروح بنعيش جواها وبتاخدنا من مكان لمكان، وهي اللي بتعبر عننا وبتوري الناس احنا ايه ومين وبنفكر ازاي وبنعيش ازاي وبناكل ازاي وبنعمل رياضة ولا مش بنعمل رياضة، بننام كويس ما بننامش كويس، يعني مثلا هالات سودة بسبب السهر، بشرة ناشفة، شعر واقع بسبب عدم التغذية، كل ده بيعبر عن احنا عايشين ازاي. حطوا في دماغكم لو انتوا عاوزين تشقوا طريقكم في هذه الحياة، انتوا محتاجين صحتكم، انتوا محتاجين ان انتوا ما تبقوش محتاجين لبني ادم على الفاضي. يعني لو انتوا ربنا خالقكم لا قدر الله مشكله صحيه، ربنا ابتلاكم بمشكله صحيه، نقول ماشي انتوا غصب عنكم ما اخترتوهاش، لكن ان انا ربنا يبقى مديني صحه ومديني جسم مثالي ومديني صحه زي الفل ومش محتاجه اخد ادويه ومش محتاجه لحد وانا بوظ صحتي بنفسي وانا اهمل في نفسي، لا يبقى حرام. 13، لازم تاخدوا مخاطره. في الحياه دايما هتيجي قدامكم مواقف هتحسوا هتبقوا متاكدين ويبقى في خوف جواكم ونار وخوف وهلع، اخد اعمل حاجه دي ولا ما اعملهاش، طب ايه، طب انا ممكن اخسر، طب في مخاطره، لازم تاخدوا مخاطرات. لو انتوا عاوزين تشقوا طريقكم يجب ان يكون في تضحيات كبيره، مش هتيجي حاجه كبيره من لا شيء، نخاطر باي حاجه، نخاطر ان احنا نجرب حاجه ما فكرناش نجربها قبل كده، نخاطر ان انا استغنى عن حاجه ما فكرتش الناس تستغنى عنها قبل كده، اخاطر بان انا اقول حاجه ما قلتهاش قبل كده، اخاطر ان انا احاسب نفسي على حاجة لم اجرؤ ان انا احاسب نفسي عليها قبل كده، اخاطر ان انا اشيل علاقة من حياتي ما كنتش اقدر اتخيل حياتي من غيرها قبل كده. يجب يكون في مخاطرات من اجل تغيير افضل في المستقبل. 14، دي بقى مهمة جدا، وما لقيتش الشخص لسه اللي قدر ينجح او يشق طريقه ما بيعملش الحاجة دي، وهي ان احنا نحافظ على الحالة الايجابية لعقلنا في احلك الظروف، لانه الامتحان الحقيقي للتفكير الايجابي او للانسان الايجابي مش والدنيا جميلة ووردية وكل حاجة مستقرة، الامتحان الحقيقي بيكون في اصعب الظروف، في لما الدنيا فعلا بتدينا الضربات اللي هي فعلا جامدة جدا، ان احنا ناخد نفس عميق ونقول يا رب، ونحتفظ بالعقل الايجابي وفين اللي انا اقدر اتحكم فيه، ايه اللي انا اقدر اعمله، ايه اللي كويس مش ايه اللي وحش، ده
اللي هيخليكوا تقدروا تكملوا مهما كانت الظروف اللي حواليكوا صعبة جدا ومفيش أي حد جنبكوا. 15. لازم تتعلموا حاجة اسمها الأولويات. في كل يوم دايما هيبقى في حاجات بتتصارع على انتباهكم ووقتكم ومجهودكم، يجب ان احنا نحط أولويات. يا مثلا هفترض انا كنت قايمة من النوم ناوية ان انا اشوف كورس، بس انا قمت لقيت مثلا نفسي عندي حمى، عيانة، وزوري وارم، وحرارتي مرتفعة، انزل اروح اشوف دكتور واحجز ميعاد مع الدكتور ولا اكمل اقعد اخد الكورس؟ اكيد طبعا اروح اشوف الدكتور. بس مثلا انا قمت لقيت مثلا التلاجة مفيهاش مثلا لبن ومفيهاش بيض، بس مثلا عندي حاجة اقدر افطر بيها وعندي كورس هذاكره، اروح السوبر ماركت الاول ولا اعمل اوردر من السوبر ماركت اونلاين ولا اخد الكورس الاول؟ لا، اخد الكورس الاول وبعدين ابقى اروح السوبر ماركت او اعمل الاوردر اونلاين. حاجة اهم من حاجة، حاجة تستنى وحاجة ما تستناش. 16. بصوا دي بقى اساسية جدا بس هقولها، لازم تتعبوا عشان تلاقوا، لانه الحاجة السهلة اي حد ممكن يقدر يعملها. القاع دايما مزدحم. لو اي حاجة في الدنيا سهلة اعرفوا ان هي مش مستاهلة، لكن حاجة صعبة اعرفوا ان انتوا تعبكوا ده هيخليكوا توصلوا للاماكن اللي مش ناس كتير قوي بتوصل لها. وهنا احنا مش بنقارن نفسنا بالاخرين، لا، احنا بنفكر انا عايزة اعمل حاجة تتحداني، حاجة هتتحداني يبقى هتغيرني، حاجة هتغيرني يبقى هتحسس ان انا عايشة او انا عايش، ولما اوصل لها احس كده بفخر وثقة بالنفس واحس بتغيير رحلة. لو عاوزين نشتغل ونلاقي شغل يجب ان احنا نتقبل، طالما شغل حلال نشتغل ونتعب، وممكن يكون يدوبك الفلوس اللي جاي على قد اللي رايح، مش مشكلة، بس هنتعلم، مثلا هناخد خبرة، هنتعلم ازاي نتعامل مع الناس واللي هي اهم حاجة في الدنيا، هنتعلم ازاي نفكر، هنتعلم ازاي ناخد قرارات. 17. دي بقى بتميز الانسان اللي يعني محترم في المجتمع والانسان الغير محترم، الانسان اللي بيتقدم والانسان اللي مش بس بيفضل مكانه، لا ده بيرجع لورا. خدوا مسؤولية كل حاجة تحصل في حياتكم، حتى لو ما كانتش غلطتكم خدوا مسؤولية كل حاجة، طالما هتنعكس عليكم وطالما هتأثر عليكم. ما ينفعش نلوم على حاجة مش تحت تحكمنا او ما نقدرش نغير فيها. حتى لو انا كنت عملت حاجة صح وكان ردة الفعل غلط، انا برضو اتعلمت ما عملش ايه مع مين، اتعلمت ما عملش ايه امتى، اتعلمت ما عملش ايه ازاي. 18. دي بقى نصيحة فعلا عن خبرة، وهي اتبعوا قلبكم، يعني الحدس، الإحساس الداخلي اللي جواكوا، بس ما تتبعوش الهوى. في شيء داخلي كده اسمه الحدس، يعني الحاجة كده اللي هي شعوريا أو لا شعوريا أنا ممكن أرتاح للحاجة دي أو أقفل من الحاجة دي. ممكن قوي مثلا نفسي إن أنا أشتغل في مكان ما أو في شركة ما، بس أنا إحساسي بيقول إن الشركة دي مثلا مشبوهة، الشركة دي فيها ناس نصابة، أو إنه الإدارة بتاعت الشركة دي كده فيها حاجة مش طبيعية، أو إنه الزملاء كده فيهم حاجة مش طبيعية، في حين ممكن مكان تاني شكله مطرب وشركة كده بيشتغلوا كده وعلى نياتهم وناس طبيعية وبسيطة، بس ممكن إن أنا أطلع أتعلم، ممكن إن أنا الناس دي محترمة، الناس دي لو تخاف عليا، الناس دي تتعامل معايا بمرضي الله، المكان ده صح. نفس الحاجة دي ممكن تنطبق في أي حاجة تخطر في بالكم، حاجة عايزين نشتريها، علاقة عايزين نخش فيها. دايما فرقوا بين الحدس، الحتة الجوة اللي هي القلب دي، الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا عشان نفرق بين الحاجة الكويسة من الحاجة الوحشة، والنفس بقى وميلها بقى الحاجات المغريات، الحاجات المظاهر، لازم نفرق بين الحاجتين دول. 19. دي طبعا حاجة بسيطة جدا والمفروض ان احنا كلنا نعملها، بس اهم حاجة تتعمل من القلب، وهي احمدوا ربنا. فعلا احمدوا ربنا. اقل حاجة لو احنا عايزين نشق طريقنا في الدنيا دي، عايز اقول لكم ان انتوا حتى لو ما تعلمتوش وما دخلتوش مدارس في 2022 وفيما بعد، انتوا تقدروا تتعلموا كل حاجة. يعني لو اي انسان بسيط مهما كان ما تعلمش عاوز يتعلم حاجة تجيب له فلوس، في يومنا هذا هيتعلم وهيعمل فلوس وهيقب على وش الدنيا ويبقى دي مكان في المجتمع. صدقوني لو انا ما شفتش ناس عملت ده بالفعل، ولو انا شخصيا ما عملتش ده، عمري ما هاجي اقول لكم الكلام ده. من لا شيء ممكن تصنعوا اشياء في ناس كتير قوي تقدرش حتى تحلم بيها. اهم حاجه الرؤيه تبقى جوه في المخ. اخر حاجه اوصيكم بيها وهي النصيحه رقم 20، اعملوا حاجه لله لازم من وقت للتاني، لانه نفس الحاجه دي هي اللي هتقعد لكم وتخلي واحد برضو او واحدة ابن حلال يقف لكو او يقف لعيالكو في اوقات غير متوقعة، ومبقاش منتظر منكو اي حاجة. كنتوا ساعتها تفتكروا انه ده اللي انا كنت بعمله الحمد لله
بيقعد لي، مفيش حاجه بتروح، ربنا بيرجع لكم الحاجه اضعاف مضاعفه. فما مش لازم اكون معايا حاجات ماديه عشان ادي، حاجات كتيره قوي ممكن اديها. ابسطها يعني الابتسامه، الكلمه الحلوه، اتمنى الخير لغيري، لما اشوف حد ربنا مديله نعمه انبسط له كده واقول ربنا يبارك له من قلبي، دعوه في سري ده خير، ده لله وربنا برضو هيرجعه عليا خير. سيمبا ولولا ناموا على فكره.